دقيقة حل مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الفل عليكم الكل، بداية أسبوع موفقة كلها خير، أخبار تفرح ومولود اليوم بالخير في نهار عيد ميلادك. 2024 تودع خيبات عراقيل، تنسى الفشل ونجاح إن شاء الله يا ربي ينور حياتكم. مواليد برج الجدي فما ازدهار، انطلاقة كلها خير، وأول أخبارنا للحمل راهي تتحسن الأمور، الصباح كله نشاط وطاقات ممتازة. الثور راهي تتغير أوضاعك المهنية نحو الأفضل، تتغير الأحوال وتنجحوا في إتمام كل المهام العالقة. الجوزاء هو يوم واعد بالاستقرار، والظروف الحالية تعاونك على تخطي كل الأزمات. السرطان مشاكلك المهنية راهي في طي النسيان، وبالمناسبة أنت سرطان من بين الأبراج اللي باش تتمتع بالحظ الجيد في عام 2024. الأسد راهو يوم إيجابي جايب لك معاه كان الأخبار اللي تخص سفرة مهنية، وكان على العذراء فما انفراجات بالجملة بعد معاناة ومشاكل كبيرة عانيتهم في 2023. آخر أسبوع راهو بالعام الحالي فما مفاجأة. الميزان حاول تتجنب بالمشاكل وحاول زيدة تلقى الحلول قبل ما تزيد تتعكر الأمور. وكان على عقرب راهو يوم ممتاز جايب معاها الأخبار اللي تخص سفرة مبرمجلها من مديدة. القوس هي نصيحة، ما تخليش الأوهام تسيطر على عقلك، نحبك تتقبل بكل روح رياضية شوية وقت وتتغير الأحوال. وكان على الجدي كيف ما حكينا زيدة فما الحلول موجودة والأخبار الإيجابية تنور حياتكم المهنية. الدلو فما الدعم، فما المساندة، فما الأخبار الحلوة تتحل بين الخير ونجاح من نصيبكم. ونختموا مع حوتنا، حاول تحسن علاقاتك بعيدة على العتاب، المشاكل ممنوعة الوقت هذا بالذات. دقيقة حل مع فاطمة عبد الرحيم.